أهلا بكم مشاهدينا، كيف الحال؟ هذه الأيام لا نتحدث إلا على الدخول سواء المدرسي أو لدخول جامعي أو بدايات جديدة، فشهر شتنبر هو دائما مقرون ببدايات مواسم جديدة في مجالات عدة بما في ذلك المجال المقاولاتي. شنو هو الدخول المقاولاتي وهل يتم التخطيط له كما يتم التخطيط لمواسم أخرى؟ هذا هو موضوعنا في هذه الحلقة. صباح الخير هدى. صباح الخير عزيزة. ألوغ إلى لاحظتي هذه الأيام هذه كلها تنتكلموا على البدايات الجديدة، على الدخول المدرسي، دخول جامعي، موسم جديد البرنامج كيف الحال، بدايات هكذا جديدة كيتسناوها الناس دائما في شهر سبتمبر، يعني كنلقاو بأنه الحركة كتبدا رغم انه الصيف عنده الحركه ديالو خاصه يعني بموسم فصل الصيف، لكن الحركه ديال العمل اللي كتكون هكذا طيله السنه واللي عاديه واعتياديه تتبدا في شهر سبتمبر دائما. وتنعرفوا انه يعني حتى في مجال المقاوله، في المقاولات الصغيره بعض الانشطه المديره للدخل كتوقف خلال فصل الصيف، خاصه اللي كتكون تدار من طرف نساء بحال هكذا، نساء تيرافقوا وليداتهم دونك تبقى معهم خلال فصل الصيف. يعني واش هذا الدخول نقدروا نهضروا على دخول مقاولاتي خلال شهر سبتمبر، واش يعني كيتم التخطيط له بحال اللي كيتم التخطيط للدخول المدرسي خاصه بالنسبه للمقاوله النسائيه؟ هدى هضرتي على واحد النقطه مهمه عزيزه اللي هي المقاوله بالنسبه للنساء. النساء طبعا هذا موضوعنا، ولا كنعرفوا ان المقاولات النسائيه عندها بزاف الحوايج اللي كيخليوها كما تنقولوا بارتيكولير، ياك كنعرفوا ان النساء المسار المقاولاتي ديالهم كيكون انها بعض المرات كتضحي بالخدمه ديالها ولا كتسمح في الخدمه ديالها. كنلقاو هذا من بين المشاكل اللي كيخلي ان النساء ما كيتوجوش بزاف مقاوله لان عندها المسؤوليه الاسريه. المسؤوليه الاسريه اللي كتولي كتكون بعض المرات ايجابيه انها من بعد ابخي اون ريفليكسيون كتدفعها انها دير واحد النشاط ديالها. هذاك النشاط اللي كتكون الاولويه هي الوليدات ديالها، داكشي اللي كيخليها انها في الصيف كتحاول انها تجلس معاهم لو ماكسيموم بوسيبل عاد كتكون لا ريبريز مع سبتمبر. انا دائما بالنسبه للنساء اللي كيكونوا عندهم دي ميكرو بروجي ولا انشطه مديره للدخل كنعتبر ان شهر تسعود هو واحد بدايه سنه جديده بالنسبه لهم. علاش؟ لان دو ان ديجا حتى لو فولي بسيكولوجيك ولا انك تجي مرتاحه نفسيا كتجي عندها واحد لا موتيفاسيون مستعده عاوتاني، عندها حماس اللي هو جديد، عندها طاقه اللي هي جديده، وعندها افكار اللي هي جديده. خاصنا نعرفوا ان الصيف عزيزه كتكون واحد الفرصه كبيره اننا كنخرجوا كنشوفوا افكار جديده، كنتلاقاو مع ناس، كندخلوا في حوارات اللي كيعطيونا بعض المرات رؤيه مختلفه على داكشي اللي كنا كنديروا قبل. وحنا في المقاوله كنعرفوا اننا دائما محتاجين تخطيط ومحتاجين اون بلانيفيكاسيون، وكنسميوها حنا لا بلانيفيكاسيون اونتربرونيال يعني التخطيط المقاولاتي، حنا محتاجينه دائما. علاش؟ لان حنا في واحد العصر اللي فيه بزاف التغيرات، في المغرب كاين بزاف التغيرات اللي كترافق العالم ديال المقاوله، واللي المقاول ولا المقاوله خصو يكون دائما كيواكب هاد التغيرات، ياك. دونك ملي كنقولوا عزيزه التخطيط المقاولاتي ولا لا بلانيفيكاسيون اونتربرونيال، النساء اللي عندهم دي ميكرو بروجي خصهم يعتبروا ان هاد شهر تسعود ما غاديش ندخل بنفس الطريقه اللي كنت خدامه بها قبل. يعني ماشي كنجي شهر تسعود كنعاود النشاط ديالي وكنقول تيا راه غادي ندير داكشي اللي كنت كندير قبل، كنجي شهر تسعود افيك اون نوفيل بلانيفيكاسيون بنفس جديد وتخطيط جديد بالفعل. دونك باش نقدر انا اليوم كواحد المراه كنزاول واحد النشاط ولا عندي واحد لاكتيفيتي ولا ميكرو بروجي باش نقدر ندير لا بلانيفيكاسيون اونتربرونيال، عندنا جوج اليات. يعني عندنا كما تنقولوا حنا دائما اليات اللي كتعاونني انني نخدم بالطريقه اللي هي صحيحه. قبل ما نهضروا على الاليات عزيزه نعرفوا شنو هو الدور ديال التخطيط، لان بزاف الناس كيقول لك علاش غنبقى انا نخطط ونفكر في شي حوايج وغنضيع الوقت. داكوغ التخطيط ملي كنقولوا جو بلانيفي هي انني كنشوف بعيد، يعني جو دوا فواغ لوان، جو بلانيفي ياك كنخطط يعني كنشوف بعيد وكنفكر واحد الهدف والمراحل اللي غادي ندوز منهم باش نحقق هذاك الهدف بواحد الطريقه اللي كتكون معقوله وواحد الطريقه اللي كتكون مدروسه بطبيعه الحال. غير واحد النقطه قبل ما نسترسلوا في هاد النقطه ديالك بالذات، ملي تنقولوا تخطيط جديد واش كنقصدوا بانه تكون هناك تغيرات؟ لان بعض المرات كنا تكلمنا على هذه المساله في حلقات سابقه، كاين بعض المرات واحد الخطه اللي تتكون نجحات خلال واحد السنه، وتنعرفوا كيف ما قلتي ان العالم دائما في متغيرات جديده وهذا المجال ديال المقاوله وضروري غتكون شي حاجه جديده خلال هذيك الفتره. ضروري ما نجدد مثلا، او الا كانت واحد الخطه اللي تمشات
نمشي عليها مثلا نعاودها. يعني ملي كنقولوا تجديد هو اعاده التخطيط مثلا، يعني واش ضروري كيف ما قلت لك نجددوا او ندخلوا عناصر جديده للتخطيط ديالنا باش نسمو اننا جددنا في الخطه؟ سؤال مهم، فقط سؤال مهم بزاف عزيزه. علاش؟ لان كنقولوا مثلا الليفتينغ ديال التخطيط وصافي. بالفعل، باش حيت ملي تنقولوا لا بلانيفيكاسيون اونتربرونيال ولا اعاده التخطيط، اللي كنقصدوا به ماشي هو نبدلوا استراتيجيات اللي نجحات لينا في المشروع ديالنا. باغ كونتر كنشوفوا الطريقه العمل اللي حنا غادي نخدموا بها، لي زاكسيون ولا الخطه التنفيذيه اللي غادي نخدموا بها. لان نعطيك اكزومبل، بعض المرات كيكونوا تغيرات مثلا في الاسعار ديال المواد الاوليه باش كنخدم. نعم. دوك الا جيت انا غنبقى غادي بنفس الطريقه اللي غادا بها، نقدر انني نادي بداك المشروع ديالي الخسارات اللي كتكون ماليه ولا هذا. داكشي علاش كنعاودوا اعاده التخطيط، باش نشوف الحوايج اللي مازال باقا غنخدم بهم اللي صالحين ليا. المهم كنعرف الطريقه ولا الخطه التنفيذيه باش غادي نخدم. وقلنا عزيزه كاينين اليات، وقلنا ديجا الاساس من هاد لا بلانيفيكاسيون باردون اونتربرونيال، هي انني كنخدم بواحد الطريقه جديه، كنعرف راسي على اش داخله، كنحاول انني كنوجد نعرف شنو هما الصعوبات اللي نقدر نطيح فيهم، المخاطر اللي نقدر نطيح فيهم، نشوف شنو هما الصعوبات اللي كتكون كبيره كتكون صغيره. لان كنعرفوا عزيزه المشكل ملي كيكون صغير كنقدروا اننا نحلوه، ولكن المشكل ملي كيكون كبير كيصعب علينا اننا نحلوه. تماما. دونك هاد الاليات، وما عندنا جوج الاليات اللي كنخدموا بهم لا بلانيفيكاسيون اونتربرونيال. عندنا ما كنسميو لو بلان داكسيون ولا الخطه التنفيذيه، داكوغ، وعندنا لو بلان فينونسي اي كوميرسيال اللي هو الخطه الماليه والتجاريه. داكوغ. ملي كنقولوا اليات عزيزه، هما واحد الحوايج اللي كيعاونونا. كيف كنقول انا دائما ورقه وستيلو، اسئله كنسولهم راسي كنجاوب عليهم. نعم. كنلصق واحد الخريطه العمل قدامي باش نعرف راسي علاش داخل، علاش غادي داخل. بحال واحد لومبلوا دو طون. بحال دابا الناس اللي كيسمعونا عرفونا تنتكلموا على لي ميكرو بروجي. لي ميكرو بروجي هو مشروع صغير جدا، يعني ماشي ضروري تكون السيده عندها المام بالمجال المقاولاتي يعني المحض، او لا تكون عندها معلومات، او لا حتى لو جارغون يوتيليزي، لانك انت كتستعملي واحد المجموعه ديال المصطلحات باش يعرفوا الناس بانه انت كخبيره كتستعملي هذه المصطلحات، ولكن ماشي هي اللي كيستعملوا السيدات اللي تيكونوا عندهم هذه المشاريع هادو. انت كتشتغلي مع هذه السيدات طبعا. المصطلحات المتداوله هي عاديه وبسيطه جدا اللي يقدر اي سيده تفهمها بغض النظر على مستواها ياك الثقافي او التعليمي. اكثر فينا عزيزه، انا كنامن ان هذه الانشطه المديره اللي تدخل هذه لي ميكرو بروجي اللي كنشوفوا اليوم. نعم. راهما مشاريع عندهم ان بوتونسييل كبير. نعم. داكوغ. وقتاش غادي يقدر يكبر هذاك المشروع؟ الا خدمت عليه بواحد الطريقه اللي هي بواحد الاليات. هادشي اللي كنقولوا اليوم، الغايه منه ماشي هو المصطلحات في حد ذاتها، اكثر ما هو الوسيله باش غادي نخدم، اللي غادي تعاوني باش نقدر اورغانيزي ولا ننظم هذيك الحياه المقاولاتيه ديالي. علاش؟ لان النساء عزيزه بالطبيعه ديالهم، النساء اللي عندهم لي ميكرو بروجي كتكون حكم انها كتخدم بعض المرات من الدار ديالها، ولا بحكم ان ما عندهاش ان سوبيريور، بحكم ما عندهاش الناس اللي خدامين معاها بعض المرات في ليكيب، كتكون ما عندهاش واحد لو ريتم دو ترافاي، يعني ما عندهاش واحد كتخدم على خاطرها وكتخدم مسالات وقت مسالات. داكشي اللي كيخلينا دائما اون بو با كيما تنقولوا باسي الحوايج كبار. داكوغ. هاد الاليات داخله في اطار التنظيم ديال العمل. التنظيم ديال العمل، ملي تنقولوا اليوم لو بلون داكسيون ولا الخطه التنفيذيه، شي حاجه اللي كتونجاجي لا فام بعدا مع راسها، كتعرفها شي حوايج اللي كيكونوا هي واخا كتخدمهم بطريقه اللي هي يوميه غايبين عليها. علاش؟ لان ملي كنقولوا مثلا هاد لو بلون داكسيون شنو هو؟ هي عباره عن اسئله كنشد ورقه وستيلو كنجاوب عليهم. اول حاجه شنو هو هذا المشروع؟ شنو هو الاهداف ديالو؟ ديجا كنحاول نكتب حتى بالدارجه. بالدارجه شنو الاهداف ديالي انا من هذا المشروع؟ مثلا الهدف ديالي هو هذا المشروع يدخل لي في الشهر هذا المبلغ، الهدف ديالي هو ان مثلا هذا المنتوج ديالي نعرفه يكون معروف في المدينه ديالي، الهدف ديالي مثلا هو انني ناخذ واحد الحصه في السوق، الهدف ديالي مثلا هو ان المنتوج اللي كنخدم به ولا اللي كنعرف به ولا الخدمه، حيت بعض المرات كاين دي فام اللي كيديروا سيرفيس، يعني غير خدمه ماشي منتوج. يعني الاهداف متعدده من مشروع الى اخر، مي عندها الحق تكتبهم بالطريقه اللي كتوالمها، اللي غتفهمها، اللي غادي تفهمها. المهم عندي انا هو انها تكتب، هو انها تدخل تبدا واحد البدايه بطريقه اللي هي منظمه معقوله مدروسه، ونعرف راسي على اش داخله. واللي ما عرفاتش بوحدها، هي سمعات كهودا كتهضري في التلفازه وتقدر هذا وما عرفاتش كيفاش دير. كاينين ناس كيساعدوا في هذا المجال هذا. بالفعل عزيزه، كاين ناس، كاينين دورات تكوينيه، كاين دابا لي ريزو سوسيو اللي ولات فيهم فرص متاحه يعني ديال التعلم. وانا دائما مع الاحتياط، غادي تجي حلقات غادي نخصوها للحديث على هذا كل ما يقترح في لي ريزو سوسيو. حنا شفنا واحد المشاكل كبيره اللي غرقوا فيها الناس بسبب لي ريزو سوسيو، بسبب هذيك الثقه العمياء في بعض الناس اللي كيوريهم الاحلام
الوغ كو كيكون موراها مشاكل كثيره وسراب ياك وديع الفلوس. بالفعل عزيزه، وكنعرفوا انه في عالم المقاوله ودايوغ النساء اللي كتخدم لمده سنوات بالخبره كنتعلموا بزاف الحوايج عزيزه. وكنشوفوا حنا الحمد لله اليوم في المغرب عندنا تعاونيات اللي وصلت للعالميه. النساء اللي ما عندهاش كاريمون ان باركور اللي يعني واحد كما تنقولوا يعني ما دارتش واحد الباركور اكاديميك مثلا، واليوم ان بفضل التعاونيه ديالها بفضل الخبره ديالها بفضل هذاك الاصرار الخدمه اليوميه. كنعرفوا ان المقاوله عزيزه كنرجعوا نقولها كاين الخدمه اللي كتعطينا نتائج اللي هي كبيره، كاين الخدمه ديال كل يوم كل شهر كل سنه. هادشي علاش كيخص دائما الاستعانه بليزيكسبير. ليزيكسبير عندنا واحد المجموعه ديال المؤسسات كتكلمي عليهم دائما اللي هي مؤسسات ديال الدوله بطبيعه الحال، واللي ولا الابناك ولا اللي عندهم يعني اشخاص يقدروا يؤديوا هذه الخدمه هذه ديال التعريف وديال اعطاء المعلومه وديال التكوين وديال التكوين كذلك. وما نمشيوش عند لي بسودو اكسبير او للناس اللي اي واحد كيجي كيقول على راسو جو سوي ان اكسبير سور لي ريزو سوسيو، راه كي الاحتياط ولا ليجيتيميتي فوالا، ونعرفوا شنو هو اللي قانوني في البلد ديالنا وشنو هو اللي ماشي قانوني. ونقطه اخرى اللي غادي نهضروا عليها عاود هذه الاشياء هذه، ما كاينش ربح سريع وما كاينش ربح اللي غادي يولد لك واحد الاموال اللي هي طائله. هذا كله هادو سي دي افلام اللي باعوهم الناس مالوغوزمون. والدور ديالنا اليوم احنا اننا نصحوا بعض المفاهيم ونعرفوا انه المقاوله فيها الربح عزيزه كما فيها الخساره، ولكن هذا ربح سريع مقرون ولا ماشي سريع، مقرون بشروط اخرى من بينها ان الانسان كيدمر كيخدم اولها شروط القانونيه. الشروط القانونيه طبعا بالفعل وعاد وشروط اخرى اللي غادي نهضروا عليها في الاشياء ان شاء الله. معك هدى برير، خليكم معنا مستمعين او لا تابعونا مستمعين على امواج راديو زعما يلتحقوا بنا ابتداء من 2:30 حتى للربعة. غتكون معايا السيده هدى بوارير باش نزيدو نتكلموا على هذا الموضوع هذا طبعا اللي تعم الفائده. شكرا لكم والى اللقاء.